محمد وشغال في منفذ الجزارة دوت. هو جنبينا هنا في مكان صرف، فمكان الصرف ده دايما كانوا بييجوا هم الصرف الطوارئ يفتحوا البلاعة ويرموا فيه مية، فالمكان دوت على طول كانوا بيسيبوه مفتوح للعربيات اللي جاية بعدهم. فما احنا زعقنا لهم بسبب الريحة اللي بتطلع والمكان، عشان احنا طبعا منفذ وغلط علينا الريحة كده عشان كذا مرة الزبائن، نزعلهم يعني. فكذا مرة نزعق معاهم ونعمل معاهم مشكلة بسبب الموضوع دوت. فوصلنا معاهم لحل ان هم يخشوا ايه للمكان اللي بعدين. فالمكان اللي بعدين دوت برضو كان بعد ما راحوا كانوا بيسيبوا برضو المكان فيه مفتوح، وكان برضو بنزعلهم بسبب الموضوع دوت، بس برضو ما فيش برضو اي اهتمام.